لا لا يولد الإنسان إنسانا بل يصير إنسانا بسيرته فوق هذه الأرض. يصير إنسانا عندما يختبر كل يوم إنسانيته. هذه التفاتة إنسانية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن الجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ومن لجنة همام لمساندة المعتقلين السياسيين. تنشكرهم وهذه لحظة فرح منقوص نعم ولكنها لحظة فرح، ونتمنى أن تكتمل وأن يشكل هذا العفو الملكي بادرة لانفراجة حقوقية وسياسية أعمق، ونتمنى أن لا يتكرر هذا الذي حدث معنا مع آخرين، وأن نعيش في مغرب تحت سقف القانون وفي كنف الحرية، وبلادنا تتسع لكل الاختلافات. وكما قلت في كلمتي، ابتسامة المعتقلين عند خروجهم من السجن ليست فقط ابتسامة الخارج من قبر الحياة، ولكنها ابتسامة كذلك تعبر عن غياب يعني قلوب غياب الحقد من قلوبهم وغياب الانتقام والانكسار ووعد بغد أفضل. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.